شحة المياه بدأت بطرق أبواب منطقة التحرير كبرى مناطق مدينة يعقوبة، الأمر الذي اضطرهم لمد أنابيب من المياه الآسنة التي لا تصلح للاستهلاك البشري. وهذه الصورة خير دليل على كلامهم. بدأت يمكن قبل رمضان بعشرة أيام، ما وصلنا أي مي ولا مسؤول وصلنا، يعني قضيتنا وصلت للمحافظة لا مسؤول إجا سألنا. معظم الناس هنا قضيتها تسحبها من المبزل، وهذا مي المبزل حتى للغسول ما صالح زين، الأطفال تمرضت تبهدلت الناس، يعني ماكو كلام ينقال بعد أكثر من هذا. والله يا أستاذ يعني إحنا هنا صار لنا تقريبا أكو 5 سنين 6 سنين وقضية المي تعبتنا حيل. هاي قمنا نجر صندات من البزل ما تقريبا 1000 متر الصندة وصلناها لهنا، وهاي موطورات وهاي شوف الصندات مال البزل، يعني بيوتنا بدنا نبيعها من ورا المي. هاي يوميا يجيك مسؤول يجيك فلان وراح ابلط لك شارع وراح اسوي لك سبيس وراح اسوي لك مي وكلش ماكو، بس وقت الانتخابات يجيك. هاي تبهدلنا حتى بيوتنا راح نبيعها من ورا المي. يعني انا لو راح اقعد اجر ب 300,000 احسن ما ادفعها اشتري بهن مي واكسب راحت بالي. فيما أكدت مديرية ماء ديالى للتغيير بأن ما تعانيه مدينة يعقوبة من شحة المياه بسبب قلة الماء الخام وانخفاض مناسيب المياه في نهر خريسان وكثرة التجاوزات، الأمر الذي أدى إلى توقف مجمعات ماء التحرير وبعقوبة. شحة الماء في مناطق بعقوبة وبهرز وقسم المناطق شفتة هو انخفاض منسوب نهر خريسان بسبب كثرة قلة الماء من المصدر وكثرة التجاوزات الموجودة على هذا النهر، ما أدى إلى إطفاء مجمعات التحرير ومشروع ماء بهرز، وسبب وخاطبنا الموارد المائية، وتم عمل تعزيز لنهر خريسان من ماء دجلة، والعمل جاري والحمد لله والشكر تم تشغيله تجريبيا، وفقط ظل الربط على الكهرباء. الواقع الواضح لنهر ديالى الذي يتوسط قضاء بعقوبة يبعث بمخاوف حقيقية على واقع الحياة فيها لانخفاض منسوب المياه بشكل كبير، ومطالبات بمضاعفات الجهود لتوفير مياه الشرب وتبديد مخاوف أهالي المحافظة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي.